المهم الخوت سمعوا مزيان اش غادي نقول. اول اترا فتحت القناه ديالها في اليوتيوب، ماشي اول اترا تاسست ومشي اول اترا باشات. هذا هو الموضوع اللي كندويش عليه في الفيديو اللي فات. بزاف في الكومونتيرات قال لك لا التراس عسكريه الاولى، لا الترا جرانيه الاولى. انا دويش على اول اترا فتحت القناه ديالها في اليوتيوب واللي عندهم لي زابوني بزاف والمشاهدات بزاف. تبعوا الفيديو حتى الاخر باش تفهموا كل شيء. اول الترا فتحت القناه ديالها في المغرب هي الترا سوينرز سنه 2008 29 ماي، وكتعتبر من الاوائل في الدول العربيه وفي افريقيا. ثاني الترا فتحت القناه ديالها في المغرب هي ايتراس ايجلز سنه 2008 23 شتنبر، كتعتبر هي ثاني ايتراس فتحت القناه ديالها في المغرب. وفي المركز الثالث غادي تكون ايتراس حلاله اللي فتحت القناه ديالها سنه 2009 23 ابريل، وكتعتبر من ثالث ايتراس اللي فتحوا القنوات ديالهم في اليوتيوب، وكنتمنوا الصعود لنادي القنيطري باش نشوفوا ابداعات الحلاله. هادو هما الايتراس الاولين اللي فتحوا القنوات ديالهم في اليوتيوب. نقولهم لكم بالترتيب: الوينرز، ايجلز، والحلاله. دابا غادي ندوزو لاكثر ايتراس عندهم لي زابوني في اليوتيوب. اول ايترا هي ايتراس وينرز ب 454 الف متابع في القناه في اليوتيوب. ثاني ايترا هي ايتراس جرين بويز ب 243 الف متابع في القناه اليوتيوب، وتجي من ورا الثالثه هي ايتراس ايجلز ب 231 ابوني في القناه ديالها في اليوتيوب اللي كيشجعوا نفس الفريق. رابع ايترا هي الايتراس الشماليه ايتراس هيركوليز ب 136 الف متابع في القناه ديالهم في اليوتيوب. وفي المركز الخامس ايتراس حلاله ب 117 الف متابع في القناه ديالهم في اليوتيوب. ودابا غادي ندوزو للقنوات ديال اليوتيوب اللي عندهم المشاهدات بزاف التوتال ديال الفيديوهات كاملين. اكثر ايترا عند المشاهدات بزاف هي الايتراس وينرز ب 100 مليون مشاهده، هي الاولى في المغرب والاولى في الدول العربيه في افريقيا. في المركز الثاني غادي تجي ايترا حلاله ب 36 مليون مشاهده في القناه ديالهم في اليوتيوب. ثالث ايتراس في المغرب هي الايتراس الشماليه الهيركوليز ب 33 مليون مشاهده في القناه ديالهم في اليوتيوب. وهنا غادي يكون سال الفيديو، تهلاو في راسكم.